مساء الخير. عايز تتعلم تصميم الأعمال الميكانيكية؟ عايز تدخل في مجال المقاولات؟ عندك مشاكل في فهم أو تطبيق مبادئ التصميم؟ الموضوع مش محتاج أي تفكير. إحنا في إنجو سوفت بنقدم لك كل اللي تحتاجه علشان تكون مهندس تصميم للأعمال الميكانيكية في مجال المقاولات. هتتعلم مننا كتير جدا. رقم واحد الخبرة. فأنت هتاخد من إنجو سوفت عصارة 10 سنين خبرة وعلى إيد خبراء في مجالات الهندسة. وده مش بس بيوفر لك المعرفة النظرية، لا والعملية كمان. رقم اتنين الانتشار. سواء كنت في مصر، السعودية، الإمارات، العراق، هتقدر توصل لنا بكل سهولة، وده لأننا متواجدين في أغلب الدول العربية وبنتوسع كل يوم في مكان جديد. رقم 3 الشمول. بنوفر لك في إنجو سوفت أكبر كم من المحتوى المعرفي اللي هتحتاجه علشان تبتدي كاريرك في التصميم. علشان كده الدبلومة مكونة من 3 كورسات تصميمية. رقم 1 تصميم أنظمة التكييف والحرائق وضغطيات المياه والصرف، وبالإضافة لكورس المكتب الفني وكورس الرافت، وكمان برامج الكمبيوتر اللي هتساعدك زي الإليت فاير فايتنج، الأوتوكاد والهاب وغيرها من البرامج التصميمية. رقم 4 التفاعل. دبلومة تصميم الأعمال الميكانيكية الأونلاين بتكون مباشرة مع المحاضر من خلال تطبيق زوم، وده هيخليك تتواصل معاه أثناء الدورة من خلال الإيميل علشان تسأله لو عندك مشكلة واجهتك أو علشان يراجع معاك بعض التطبيقات. رقم 5 الدعم. باشتراكك في دبلومة تصميم الأعمال الميكانيكية من إنجو سوفت في فريق تقني كامل بيدعمك في أي وقت لو قابلك مشاكل تقنية أو علشان يساعدك في تنصيب البرامج على جهازك، وده علشان نخلي تركيزك كله يكون في الدبلومة وبس. وبكده نقدر نقول لك مبروك عليك دخولك كارير تصميم الأعمال الميكانيكية. ما تنساش لو عندك أي استفسار تاني ممكن تكلمنا على الأرقام اللي هتظهر عندك أو تدخل على الويب سايت بتاعنا www.engisoft.com. سلام.